المشاركة في حكومة تدعو حركة البناء الوطني بناء على قرار مجلس الشورى الوطني إلى التصويت بنعم على مشروع تعديل الدستور حماية لمسار التحول الوطني في ظل استمرار الدولة الوطنية. لم يتصل بنا أي أحد عارضا عنا أي شيء من أجل التصويت بنعم، فقط القناعة التامة الذي سوف نحاسب عنها غدا يوم القيامة، ومقتنعين بأن مليون ونصف من الجزائريين سوف يقف أمام الله سبحانه وتعالى محاججا ضدنا بأن ما في هذا الدستور عكس ما يشاع في الفضاء الأزرق بتاتا بتاتا بتاتا، لا من حيث توازن السلطات، لا من حيث الحريات، لا من حيث صيانة وحماية ثوابت الأمة الجزائرية. ندرك بأن سقوط هذا الدستور هو العودة إلى دستور 2008، دستور العصابة المحسن في 2016.